صراحة منظرهم كثير كيوت وهم بيجروا هيك. طبعا في تعليق جاني على اللي هو الفيديوهات، حكى لي ابو ادم عندي الدجاجة راكضة على البيض وبتقوم، يعني بترقد وبتقوم. في واحد من الاثنين، يا اما بدها توضع بيض يا اما بدها ترقد، ولكن احنا كلنا عارفين وشرحت قبل هيك كذا مرة. فكرت مناخيري ريحة يعني فظيعة سريعة مش قادر يا اخوان. هذه مرضعة، هذه اللي اولادها بموتوا، فرجتكم اياها في الحلقات اللي فاتت. اصغر منه زي ما شايفين، ماخذ وضعية اللي هو قاعد يعني زي العروسة الجبس. شكله حلو وممتاز ما شاء الله. تمام، معانا هاند زاوج، خلنا نشيل الوسخة. برضو اللي هو تهجيمه بين الامريكي اللاحم والحمام البلدي. تمام يا اخوان، حنفتح الكاميرا معاكم ونشوف ايش بيطلع معانا. صراحه الفيديو هذا مش معدد له، يعني مش عامل له لا اعداد ولا تقديم ولا اللي هو افكار، فحننطلق هيك واحنا ورزقنا ورزقكم على الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان في الفيديو هذا ان شاء الله حنروح نشوف كل الطيور في المزرعه، وحنتكلم اللي هو عن اللي هو الطيور. وكمان يا اخوان صادم، خايف اقولكم تقلب معدتكم. المهم بدنا نروح نشوف الجردانة اللي ميتها، نلمها ونرميها. بس انا خايف اكتب لك كده عنوان الفيديو هيك، ولكن خايف انه انتم اتمنى يا اخوان او تحدي مني لكم انكم تضلكوا معايا من اول الفيديو لاخر الفيديو. وبديش اطول عليكم، خلينا نروح نشوف ونعملها كجولة في المزرعة زي ما تعودنا. اربط تحت في الامانه وانزل تحت واشترك في القناه وفعل تنبيه الجرس الفاخر بحيث يصلكوا الجديد. وخلنا نروح. بس تمام يا اخوان، صراحه مش عارف، خلنا نخلي الفيديو هذا رحله في المزرعه. لسه يعني مش عارف، بدنا نفتح الكاميرا هيك ونشوف ايش بصير معانا. طبعا يا اخوان لسه الحمامه المالديز زي ما شايفين تتناسل في الشفاء، وانسى اللي هو البادجي زي ما شايفين تدخل في الثنكة او العشية، وبتطلع يا اخوان النجارة، فشكلها يعني حتقترب اللي هو وضع البيض. فان شاء الله، مش عارف صراحة مش باينة. تمام، خلنا نطمئن على باقي اللي هو الطيور. طبعا هان اللي هو الفنجس او الفنكر ما شاء الله، طبعا منظره كثير حلو وهو نازل بتشمس. طبعا انا طالق الطيور كمان في المزرعة على اساس انه برضه تتشمس. خلينا نشوف طيورنا الثانية. اللي لاحظته يا اخوان بعد ما نقلتهم بطلوا يناموا على السياج، يعني كانوا يناموا يعلقوا مناجيرهم ويناموا على السلك، لقيت صاروا يناموا على العلاقة او اللي انا حطت لهم اياها، فان شاء الله خير. طبعا هذا الزوج لسه انا ما جبت له ولادة او عشية. طبعا خلنا نطمئن على نباتاتنا الحلوين. طبعا بعد ما زرعت معاكم اللي هو النبتة هذه اخذت منها عرق، ما لقيت لها اثر، زرعتها ما لقيت لها اثر لا الشرش ولا اللي مش عارف صراحة، ملناش اللي هو نصيب فيها. فهنستنى اللي هو برعوم ثاني يطلع على اساس انه احنا نسوي زي ما سوينا في هذول هنا. خلنا نشوف النوع الثاني من النباتات هذا، يعني بسم الله ما شاء الله مد بشكل يعني طبيعي. ليش؟ لانه احنا بنسقيه. تمام، خلنا نروح نطمئن على باقي الطيور. طبعا طلعت اللي هو كتاكيت الدجاجة وكتاكيت البط على اساس انه يتلعبوا زي ما شايفين. ما شاء الله شكلهم كثير كيوت وهم قاعدين هيك. خلنا نيجي نضايقهم يا اخوان. صراحة منظرهم كثير كيوت
وهم بيجروا هيك. طيب خلنا نطمئن على الدجاج. طبعا في تعليق جاني على اللي هو الفيديوهات، حكى لي ابو ادم عندي الدجاج راقد على البيض وبتقوم، يعني بترقد وبتقوم. في واحد من الاثنين، يا اما بدها توضع بيض يا اما بدها ترقد. ولكن احنا كلنا عارفين وشرحت قبل هيك كذا مرة انه الدجاج يا اخوان عندما يجي يرقد بحتاج 5 ايام بكون في اللي هو برقد وبقوم على البيض، برقد وبقوم على البيض، برقد وبقوم على البيض، وفي الليل برقد وفي النهار ما برقد. فانت هيك بتعرف انه الدجاج يعني قرب على الرقد 100%. طبعا هذه الدجاج بتوضع بيض قاعدة وتجمع على اساس انه هي ترقد على البيض، فبنتمنى لها اللي هو دورة جديدة رائعة. خلنا نروح نشوف باقي الطيور. طبعا دجاج القطني ما شاء الله. خلنا نسكن على شمشوم وسبونجة ونخلي اللي هو فادي وقدوة وفدوة يعني يطلعوا بركن يعني تشمسوا هيك. طبعا اللامبرجيني هيك هيك انا مطلعه. اللامبرجيني زي ما شايفين مطلعه. هاي كيتي ويوسي غاد. وطبعا هاي زريعة، زريعة اللي هو الذكر هذا قبل ما الانثى تفترسها اللي هو الجرذ تمشي جايبها لبرا. انا عارف. خلنا نروح نشوف خلفة هادي والكتاكيت، ولكن خلنا نمر على الدجاج التركي ونطمئن عليه. بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين هذا هو. وبتهيألي البيت يعني واسع ومناسب لهم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الذيك والدجاجات تبعونه لسه يعني ما بعضه، هم صراحة شبابي. وإن شاء الله سنبل يكون قد المهمة ويبيض اللي هو سميرة وأميرة وكمان أمي قويك. تعال خلنا نروح نشوف باقي اللي هو الطيور. قبل ما نروح على باقي اللي هو الطيور في البيوت، خلنا نروح على السريع نفرجيكم الشغلة اللي لقيناها. وكل يوم بنلاقي اللي هو الجرذان اللي هو الميتا. طبعا يا اخوان كل يوم بأرمي جرذان زي هذه. هذه هي الجرذ الكبير، هذه هي الأماية زي ما شايفين كله من السم، يعني اذا بتلاحظوا منفوخة. فهذا هو السم، هذه مرضعة، هذه اللي اولادها بموتوا فرجتكم اياها في الحلقات اللي فاتت. فبستاهلوا ليش؟ لانه اخر فترة كثير كثير زودوها، صار عندي يعني كثير افتراس من الجرذ. وهذا هو الجرذ اللي بفترس عندي. في ناس كثير سألتني قاعدة تقول لي شبه ابو عرس، فهو مش شبه ابو عرس ولكن هو جرذ شبه الفار الصغير ولكن حجم كبير. فبعذر من المنظر، ولكن يعني حبيت ان انا افرجيكم الانتقام كيف كان ولوين مدى السم القاتل وصل. يعني انا كل يوم بارمي زي هذه وما بصور معاكم، فبس حبيت ان انا ننوه عليكم انه هذا السم كثير قاتل. وفي ناس كثير طلبت مني، قالت لي من وين جبته، فممكن تروح على بلدية المحافظة عندك، روح على البلدية وقول لهم بدي سم للجرذان وبخصموها عن طريق خدمات المية او خدمات البلدية، حياخذوا مصاري يعني. تمام يا اخوان. في ريحة قوية هنا برضو، وزي ما شايفين فيها كمان جرذ، فالريحة كثير قوية. سكرت مناخيري، ريحة يعني فظيعة سريعة. مش قادر يا اخوان، انا اشي فاق اللي هو التوقعات مش قادر يا اخوان.
يا عفو الله يا عفو الله. طبعا هذه بدها هشه، بدها هش رمي، هذه بدها حرق. حتى كثير ميه يكتب. خلنا نرميها يا اخوان، كثير قوية الريحة. انتم شايفين؟ الله يضمن درجة. طبعا يا اخوان بعذر على المنظر هذا، طبعا لقيت كثير منكم قلبت معدته فبعذر، ولكن يا اخوان كثير انضرينا من الجرذ، فهذا هو الانتقام تبعي كان لهم. تمام حارميها وارجع لكم لانه مش قادر، مش قاعد دخلت. طبعا يا اخوان بعد ما رجعت اقسم بالله كانت ما ادري تنقلي لسه ريحة ضايلة، ولكن خفت يعني مش زي اول. تمام بعد ما حطينا اللي هو البط وتم بيع الانثى كتاكيت الانثى زي ما شايفين، بعد ما تم اللي هو بيع كتاكيت الانثى تكلمنا في الحلقات اللي فاتت انه لو جبت انا بيضة وحطيته هان ممكن انه هي ترجع ترقد عليه، ولكن بحال انه لو انه فقست وانت يعني اخذت البيض او اخذت الكتاكيت من عندها هترجع تاني يعني ترقد على البيض، اما اسبوع اسبوعين مش هترجع ثاني. فاحنا بعنا اللي هو الكتاكيت على اساس انه عندي كتاكيت، في قاد كمان جراد خلنا نشيله، هي وياك شايفينه شايفينه شايفينه، هلقيت حنروح نشيله اصغر من اللي تبع توي اللي رمناه. صراحة تبع التوي قنبلة موقوتة، واللي قبلها كانت هي اخف منها، ولكن اللي تبع التوي كانت قنبلة موقوتة. فالمهم معلش بعذر منكم يعني الفيديو هذا يعني شوية حيكون فيه مشاهد صعبة وترجيع، فاحفظوا حالكم وخلكم معنا تحدي، يعني هذا تحدي ان انتم تضلكم معنا اخر الفيديو. وباخر الفيديو حقولكم رقم تحكوه على اساس انه انا اعرف مين اللي تم معايا لاخر الفيديو. تمام حترجع ثاني تبيض وان شاء الله ناخذ منها انتاج ثاني بعد 30 يوم يعني شهر، عبل ما الذكر يخصبها وتجمع بيض وترقد والى ذلك. خلينا نروح نشوف بيض الدجاج ونشيل اللي هو الجرذ اللي ميت هذا. تمام خلنا نشوف الدجاج هذا. طبعا هذا الدجاج يا اخوان كل يوم ببيض، وانا باخذ اللي هو البيض بنفطر فيه يعني من 3 لـ4 بيضات. باخذ اللي هو البيض بنروح على البنزل بخلي اللي هو زوجتي تقليه، بنعمل اللي هو فطور صباحي مع حليب زي اي عيلة يعني نفطر وهيك. فخلنا نشوف الجرذ هذا، هذا صراحة اصغر من اللي انا مسكته توي، اصغر منه زي ما شايفين، ماخذ وضعية اللي هو قاعد يعني زي العروسة الجبس يعني قاعد هيك، وقال خلنا اموت وانا قاعد اشرف لي كأنه عايش، كأنه عايش يا اخوان. مش عارف طلع كيف عامل زي العروسة الجبصين. لقيت كل المتابعين حيقرفوا العروسة الجبصين. خلنا نرميه يا اخوان لانه منظره كشش البدن. طبعا هذا اصغر واصغر من اللي تو شفناهم من المواليد اللي لقينا هان كمان مواليد. تمام خلنا نخليه هان عبل ما ايش هرجع ثاني عقعد، اذا لقينا اشي حنحوشه هان وحنرميه مرة واحدة لانه مشوار بعيد لما انا راح التو رميته. تمام خلنا نروح نشوف ونفقد. صراحة يا اخوان كل يوم انا بلاقي زي هيك، كل يوم كل يوم بلاقي يعني ممكن هذا نمرة 15 واحد. وطبعا في فئران صغيرة كثير كثير كثير، في من ضمنها انا مسكتهاش، الطيور هذه الدجاجيات اكلتها، السمن يعني جاب نتيجة. تمام زي ما قلت لكم هنخليها ونشوف اي 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 جرذ هنحطه معاه عشان نرميه مرة واحدة، نضلنا رايحين جايين.
خلنا نطمئن على الطيور ونشوف انتاج طيور الحمام. طبعا الانثى دخلت عند اللي هو الحمام، بدها تدخل ترجع ثاني على بيتها هي وكتاكيتها، فانا خايف ادعس عليهم وانا ماشي. تمام يا اخوان، بالنسبة للدجاجة هذه فهي سبتهم يا اخوان وراحت للديك، فمش عارف انا حرجعها ثاني لانه في كتكوت صغير. منظرهم كثير حلو وشبه اللي هو امهم وابوهم، طلع كيف سبحان الله سبحان الله، زي ما شايفين سبحان الله. تمام خلنا نشوف الانتاج. طبعا عارفين انه هان في عنا اللي هو كتكوت او زغلول، والام بتحضر لوضع بيض هان، وطبعا هان كان في زوج من الزغليل وافترستهم اللي هو العرسة واحدة وخلت واحدة. طبعا برضو الام لسه شفت هان بتحضر لوضع بيض هي والذكر، فان شاء الله يعني يوضع بيض. تمام كان في هان وضع بيض، ايش صار عليه؟ لقيت البيض يا اخوان مكسر. ليش؟ لانه يا اخوان الحمام الثقيل، هل قلتها فرجيكم اياها يوغد، الحمام الثقيل لو اجى عنده اللي هو مكروه او اي حد حط ايده فبتلاقيه بقعد يخبط هيك فبكسر بيضه. فشكله الدجاج اللي عندي هان بيجي بينام هنا فبيجي بقفان فبتلاقيه بده يكشه فكسر بيضه. مش مشكلة، خلينا نشوف هان كان فيه كمان بيض، فصار في زغليل زي ما شايفين، زوج من الزغليل بحالة ممتازة، وكمان يعني شكله حلو وممتاز ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا تهجين ما بين اللي تو شفناها غادي الأنثى، هذه هي أولادها اللي قلت لكم هلقيتها فرجيك أولادها، هذه هي تهجين اللي هو الفرنسي اللاهم مع البلدي، بعطينا اللي هو نتيجة حلوة. مش عارف هان كان في بيض او هان مذاكر، على ما اعتقد هان هاي في هان ذكر وتحتي اللي هو زغليل. خلينا نشوفهم هنا، خفت منهم. تعال تعال، هذول طيور زيك، هذول طيور زيك مش عرس. تمام معانا هان زوج، خلينا نشيل الوسخة. برضه اللي هو تهجين ما بين الامريكي اللاحم والحمام البلدي، اشي حلو يعني. خلنا ارجعهم وين كانوا اظني هنا، وحطينا مع اللي هو بيضة المالديز، فشكلها بيضة المالديز خربت يا اخوان، شايفين كيف شكلها، شكلها خربت فحنشيلها. وهذا بيضه شكلها خربت، بيضة المالديز اللي حطناها. خلنا نشوف هل في جرذ تحت ولا لا، لانه انا بارفع كذا واحد يوميا من تحت. لا ما في، ما في يا اخوان ما في. منيح 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 انه احنا يعني بنخضع على الجرذان هذه المخربة. زي ما شايفين كل يوم برمي من 3 لـ4 حبات جرذ. طبعا يا اخوان لو انت وصلت معنا للحد هذا من الفيديو، اتمنى ان انت تكتب رقم 8 على اساس ان انا اعرف مين تم معايا لاخر اللي هو الفيديو. تمام الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرنا نوصلكم لو فكرة بسيطية. فيديو طلع جميل ورائع كوجودكم معايا. طبعا بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، واتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقب وحزي ليصلكم كل جديد. حابب مرش عليكم يوم من غيب ابتسامة أكثر من الصلاة على النبي، أذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.